هذا هو ملف فداء؟ ايه هو. جودة قال لي انه في عندك شوية أدلة. كل شيء موجود بالملف. طيب ماشي. عن جد نحن عايشين بزمن غريب. ما بعرف كيف مجرم مثلك ارتكب جريمة قتل ونفد منها بكل بساطة وطلع. أنا تعاقبت ومشي الحال. ما بيكفي. العقوبة اللي بتناسبك إنك تقضي كل عمرك بالحبس وتموت هنيك. اللي قديش عم يدفع لك جودة لحتى عم تشتغل معه؟ أكيد سعرك ارتفع ما هيك؟ لأنه هلأ صار عندك خبرة بالإجرام. وانت قديش قبضت؟ قديش دفع لك جودة لحتى طلعت هالملف من القسم؟ لو كانت الظروف غير هيك كنت بعرف اتفاهم معك، بس ماني فاضي. انقلع من وشي. انت قتلت واحد شرطي ورح تضل مجرم بنظري، وش يوم بدك توقع بايدي؟ واذا صدف وحكيت شي عن موضوع هذا الملف وقتها انا مو بس رح اضربك، رح خلص عليك. خد الملف وانقلع من هون، وما بقى بدي اشوف وشك مره تانيه.